السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في دار سينما ريفولي، نستمع إلى هذه القصيدة العصماء، قصيدة مصر تتحدث عن نفسها، صاغها شعر المرحوم حافظ إبراهيم، ولحنها الأستاذ رياض السباطي، وتغنيها لنا في هذه الحفلة الكبرى الفنانة القديرة الآنسة أم كلثوم. ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، أغراب في سالف الدهر كفهود الكلام عند التحدي، وبنات الأغراب في سالف الدهر كفهود الكلام عند التحدي، أنا التاج العناء في مفرق الشرق وذراته فرايت عقدي، أنا التاج العناء في مفرق الشرق وذراته فرايت عقدي، أنا التاج العناء في مفرق الشرق جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأغرام في سالف الدهر كفهون الكلام عند التحدي، أنا تاج العناء في مفرق الشر وذراته فرايد عقدي، أنا تاج العناء في مفرق الشر وذراته فرايد عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجد.
فرماني رامي وراح سليما من قديم. عينيك thank you.
أنني حرة كسرت قيودي رغم ركب العنا وقطعت خدي أتراني وقد طويت حياتي بناس لم أبلغ وأن يكثر وردي أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يكثر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي أمن أنهم يرنون الباء صفوا وأن يكثر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي نظر الله لي وأرشد أبنائي فشدوا إلى العلا يا شدي إنما الحق قوة من قوى الديان أمضى من كل أبيض أن يكثر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن Thank you.
العلا لكل أبي من رجالي فانكسوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي وارفع دولتي على العلم والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي نحن نكتاس موقفا تعصر الآراء فيه وعصرة الرأي ترضي نحن نكتاس موقفا تعصر الآراء فيه وعصرة الرأي ترضي فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا جانبي بعزمة مستعدين أنا تاج العداء في مبرق الشعر ودراج فرايد عقدي أنا تاج العداء في مبرق الشعر ودراج فرايد عقدي إن مجدي في الأوليات عريف من له مثل أولياتي عريف من له مثل